تمام كده يا جماعه. بس انا دلوقتي بديك 14 حاجه، 14 حاجه دي عشان تدورها هتتعب جامد قوي فيها، تمام. لكن لو انا قلت لك ان في معادله ممكن تجيب لك الحاجه دي كلها مره واحده، تمام، اقول لكم دلوقتي ايه. بص، تمام. في معادله اسمها في لوك اب. في لوك اب يعني اسمها فيرتيكال. فيرتيكال يعني عمودي، ان انت بتشتغل بالعمدان، يعني بتمشي على العمدان اللي هي دي اسمها عمدان، تمام. فانت هتيجي تقف هنا على الناتج اللي انت عايز تطلعه، وليكن انت عايز تجيب سعر الوحده مثلا، نحطها هنا كده، تبقى دي اسمها سعر الوحده، تمام. سعر الوحده بتقول ايه؟ بتقول لك ان لو انت دوست يساوي في لوك اب ودوست عليها مرتين، تمام، واخترت، بيقول لك اول حاجه خالص لوك اب فاليو، انت بتدور بايه؟ قول له انا بدور بالبلد اللي هي الخليه دي. معايا كده يا جماعه؟ مش احنا قلنا نقرا المعادله؟ تمام ماشي، تمام، خليكم بقى معايا بالله عليكم. احنا قلنا ايه؟ هندور بالبلد، البلد اهي اللي هي الخليه دي، وبعد كده نروح دايسين كوما، هتلاقي فيه كوما اهي. بيقول لك انت بتدور عليها فين؟ بقول له انا بدور عليها في الجدول ده، من اول هنبتدي بقى من اول اللي هو ده كده، ونروح لحد سعر الوحده، تمام. اهي المعادله لسه شغاله اهي، اهي المعادله لسه شغاله، وروح دايس كوما تاني، يقول لي الناتج اللي انت عايزه ده في انهي ناتج، ده في انهي، ده في انهي كولوم. انتوا معايا ولا لا؟ معايا. يعني انتوا كده وقفتوا لحد فين؟ نشوف الرقم اللي احنا بندور عليه في انهي عمود للاعمده بتاعت الجدول. بالظبط بالظبط، تعال نعيدها من الاول تاني اهو، نروح دي كده ودي نشيلها دي كده شويه، تمام اهو، ونخليها كده عشان انا مش شايف قوي. اهي بنقول له ايه؟ بندوس في لوك اب، وبيقول لك انت بتدور بايه؟ اقول له انا بدور بالخليه دي اللي هي فيها البلد اهي. انت بتدور بيها فين؟ قول له اهي، دوس كوما الاول، بعد كده بيقول لك انت بتدور بيها فين؟ قول له انا بدور عليها في الجدول ده، وتروح معلم من اول، لازم تبقى اللي انت بتدور بيها تبقى اول حاجه انت بتعلم عليها، يعني الدوله تبقى اولها دوله، ما ينفعش تتعلم من اول هنا، يبقى لازم تتعلم من اول الدوله لحد سعر الوحده، تمام؟ تمام تمام. وبعد كده تروح دايس كوما، الناتج اللي انت عايز تطلعه ده في انهي عمود؟ هنقول له بقى العمود 1 2 3 4 5 6 7 8، في العمود رقم 8. تمام. كوما. وبعد كده يقول لك انت عايز تقريبيا ولا مظبوطه؟ لا قلت له مظبوطه. يا سلام عليكم. تمام. ونروح ساحبين المعادله، سحبه المعادله بيبقى فيها علامه زائد اهي، ونروح نازلين لتحت. بصوا طلعت لنا النتيجه في لحظه. فاهمين قصدي يا جماعه؟ الو؟ تمام. لا انتوا مش معايا. سلامه، جيهان، هشام، ياسمين، انتوا معايا؟ يعني ردوا عليا كده، انتوا معايا؟ مع حضرتك. تمام، يعني معايا سلامة؟ ألو؟ أنا مستنيكم يا جماعة لما تردوا، يعني أنا مستني لما حد تاني يرد. أصل بصراحة أنا شايف الناس ساكتة خالص، محدش بيتكلم خالص. فأنا ساكت. تمام مع حضرتك. يعني أنا مش عايز يا جماعة بالله عليكم الناس تبقى قاعدة وقافلة المايكات ومحدش بيتكلم خالص، فاهمين قصدي؟ ماشي؟ تمام موجودين. تمام. الفكرة إن إحنا علشان بدل ما نقعد ندور على حاجة مانيوال، بندور عليها أوتوميشن. فاهمين قصدي الفكرة دي؟ يعني لو أنا جيت مثلا أهو، هنشيل دي كده أهي، ونعملها من أول تاني. بيقول لك إيه؟ بيقول له، بنقول له إحنا عايزين ندور على، إحنا ممكن بقى نعمل بقى حاجة أكتر من كده، يعني مثلا ممكن نعمل مثلا إيه؟ أول مثلا كده اللي هو إيه؟ مثلا دي كده كتير كده أهو، ونضيفهم هنا مثلا، دولت كام واحدة؟ دولت 139 اسم، 139 بلد. فاهمين قصدي ايه؟ فلو اداك ال 139 بلد دولت بترتيب عشوائي وقال لك انت عايز تجمع، تجيب لي سعر الوحدة بتاعتهم، هنعمل ايه؟ سامعين كده يا جماعة؟
تمام اهو سامعين سامعين. هنروح عاملين الحركه دي اللي احنا ندوس يساوي في لوك اب ونختارها بمرتين اهي. اول شرط بيقول لك انت بتدور بيه، قول له انا بدور بالكونتري او اللي هي البلد. وبعد كده نروح دياسين كوما، انت بتدور عليها فين؟ قول له انا بدور عليها في الجدول ده. هنختار من اول الكونتري لحد ما نروح على سعر الوحده، وبعد كده ندوس كوما. تمام، انت الناتج اللي انت عايز تطلعه في انهي حته؟ ما انت ممكن تجيب له ناتج على فكره اللي هو اوف لاين ولا اون لاين ايتم تايب. لا انا اقول له انا عايز الناتج اللي هنا اللي هو ايه. نختار بقى نعد بقى، بيقول لك الكولوم اندكس نمبر اللي هو بالعدد رقم الكولوم. بص انا اقول لك ايه، 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ونروح دايسين كوما. بيقول لك بعد يقول لك انت عايز نتيجه اللي هي تقريبيه ولا يعني بدون يعني. طب بالظبط قول له لا بالظبط اللي هي، وتختار عليها مرتين اهي، وتروح قافل وتروح دايس انتر وخلاص اهي، وتروح واقف هنا علامه زائد دي ودوس مرتين بس كده. طلعت لنا الناتج بتاعت 139 واحده في لحظه. طب لو احنا غيرنا، معلش انا بس في سؤال، انا ازاي خليتهم كلهم مره واحده؟ انت هاكلت حاجه خليتهم عيدهم مرتين يعني؟ خلي كل صف يتعادل السيكونس، اعملها ازاي؟ لا فاهمني كده اكتر. انت كنت في اول واحده تمام، بعد كده خليت الصف كله من غير ما تسحبه، الصف كله يبقى ماشي نفس السيكونس. في حاجه بعملها؟ انت قلت زائد مرتين ولا دي اهو؟ هتشوف دلوقتي، بص اهو هنعملها ايه دلوقتي. هو انا دوست ايه؟ انا دوست على حاجه غلط. انا دوست على حاجه مش عارف، انا دوست على حاجه غلط. اهي اهي بالظبط اهي. احنا اهو يا جماعه احنا دوسنا على زي، بص هي كانت المعادله الاولى اهي، اهي كانت هنا تمام، ورحت واقف هنا كده، شايف علامه الزائد دي كده؟ تمام، شفت علامه الزائد اللي ظهرت دي؟ دوست عليها مرتين. تمام، تنزل تاخد النواتج. ماشي، بصوا كده يا جماعه، لو بدل ما شدها يعني تمام، من غير ما تشدها. طب لو انا غيرت هنا مثلا يا جماعه، مثلا هنا ولكن كتبت مثلا محمد، بصوا هتلاقي محمد دي اهي، بصوا محمد اهي ظهرت هنا. طب لو انا غيرتها مثلا وكتبت مثلا هنا مينا، هتلاقي مينا ظهرت، بس مش عارف بقى تظهر فين. بس يعني من الاخر اللي هيظهر قصاد الكلمه بتاعتها، فاهمين قصدي؟ معايا كده يا جماعه؟ الو، هل المثال ده كده مفهوم؟ نعم. والنبي انا عايز بس حد يبقى معايا كده يحسسني بالامان. مفهوم ماشي، احنا مع حضرتك بس الصوت بيقطع شويه. طب الكلام دلوقتي صوتي واضح؟ واضح كده ماشي اوكي. اهو هنروح قافلين ده كده، هنيجي هنا. بص هقول لك على حاجه دلوقتي، انا في شويه بيانات اهي وفي موظفين اهم. تمام، انا عايز رقم التليفون بتاع كل موظف من دولت. هو بس اللود برضو ده. نعم، الصوت بيقطع والله، يعني انا مش عارف، انا فاتح الواي فاي ومفيش حد غيري اللي بيستخدمه. ما انا تمام يعني، انا بس انا تمام يعني كده. الكونكشن بقى مظبوط يعني؟ تمام كده، هو تمام تمام. بصوا بقى يا جماعه، دلوقتي دولت عدد موظفين كتار اهو، تمام؟ فانا عايز اجيب رقم موبايلهم. هنعملها ازاي؟ ممكن حد يساعدني ولا لسه؟ ممكن نساعدك. ماشي قول لي كده، يلا بسم الله. بيساوي بلوك اب، بيساوي في لوك اب اهي، ندوس عليها مرتين اهي. تمام، ممكن ندور عليها بقى بكذا حاجه يعني، ممكن بالاسم او برقم الموظف بما انهم مش حاجات مكرره يعني. نجيب رقم الموظف، نجيب اسم الموظف باسم، نختار يقول لك انت بتدور على ايه،
قلنا بدور عليها باسم الموظف. بالاسم. وبعد كده بعد كده كوما. كوما. بعد كده نحدد الجدول بتاعنا. كويس. نحدد الجدول من اول الاسم اهو. من اول الاسم لحد الموبايل. تمام. رقم الموبايل. تمام. وبعد كده بعد كده الكوما. كوما تاني. كوما. بعد كده نشوف بقى رقم الموبايل فاني خليه من دول. ماشي. كده رقم 4 2 3 4 2 3 4 4 رقم 4. وبعد كده بعد كده كوما. بعد كده نختار بقى اللي هو احنا عايزين حاجه اكزاكت يعني اللي هي حاجه مظبوط بالظبط. انا من عندنا دوس زيرو مثلا. زيرو. ندوس انتر. دوس زيرو. بقى انتر. الاسم مؤمن رياض مروان حمزه. بس خدنا رقم مؤمن. فين مؤمن؟ مؤمن 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 رياض مروان حمزه. الموبايل بتاعه اخره 690 اهو. طب لو انا جيت دوست كده مرتين انا جبت لي الارقام بتاعه تليفوناتهم كلها. ايه رايكم يا جماعه في المعادله دي؟ معادلة كويسة. تمام. تمام كده يا جماعة. طب انا هبتدي دلوقتي اتكلم على حاجة جديدة كده عايز اتكلم فيها. سمعني كده نمسح دول بقى كده. سمعني كده يا جماعة. تمام. في حاجة انا عايز اتكلم فيها. بصوا كده. انا هكبر بس الكلام قوي. علشان ايه تبقى الدنيا مظبوطة. دي هنا 10 2 10 5 8 9 تمام كده يا جماعه. وهنيجي هنا نقول له ايه؟ دي معادله ثانيه بنقول له بيساوي. في معادله اسمها اف. اف دي بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان بص مكونه من ثلاث حاجات. مكونه من شرط، ولو الشرط ده اتحقق ولو الشرط ده ما اتحققش. بصوا يا جماعه، بصوا يا جيهان، موضوع اف دي كل لغات برمجه العالم شغاله باف. بمعنى لان دي البرمجه، يعني ده الطبيعي. يعني يقول لك ايه؟ لو انت ماشي لقيت حته في وشك كسرها، طب ولو ما لقيتش؟ فاهمين؟ طب لو انت ماشي لو لقيت مثلا ميه ما تنطش فيها، طب ولو ما لقيتش ميه اعمل ايه؟ فاهمين قصدي ايه؟ طب لو رحت مثلا عند علاف او بتاع مثلا رز ومكرونه قول له عايز كيلو مكرونه، طب لو ما لقيتش المكرونه اعمل ايه؟ فاهمين قصدي؟ الو؟ معاك. سامعني. تمام. فانت عارفها دي؟ انت عارفها دي يعني؟ اف بشتغل بيها برضه، عارفها يعني شويه. حلوين. كويس. طب حد تاني يا جماعه يعني عارف الموضوع اف دي؟ ولا كله سايلنت؟ الو؟ لا هو انا ما اعرفهاش، بس كنت اعرف اللي فيه حاجه اسمها اف واف بشرط، فما اعرفش فهي دي بقى الاف بشرط ولا دي الاف بس ولا لا هي اف. لا هي اف. بص يا ستي، بص يا عم علي، الاف بيقول لك ايه؟ يقول لك لو الشرط لوجيكال تيست، بيقول لك ايه؟ لو الخلية دي بتساوي رقم 10، يعني لو الخلية، بص ده اللوجيكال تيست، ده اللي هو الشرط، بنحط له الشرط الأول، بنقول له هل لو الخلية دي بتساوي رقم 10، بعد كده نروح دايسين، لا بنخبيس، دي بتساوي رقم 10، بعد كده نروح دايسين كوما، ونقول يس. الكلام بيتحط ما بين كوتيشن. طب لو لا، اللي هو لو الشرط ما اتحققش قول له نو. فبيقول لك لا دي نو. نو ليه؟ لان الخليه دي مش دي مش رقم 10. طب لو انا سحبت المعادله كده لتحت هيقول لي يس، لان دي الخليه دي رقم 10. صح ولا غلط كده يا جماعه؟ جماعه الو. لا انا عايز حد غير احمد، يعني علي قصدي يرد عليا. يعني هل في حد تاني ممكن يشاركنا ولا كله مشغول؟ تمام. بصوا يا جماعه دلوقتي المعادله دي شرط بسيط جدا. بيقول ايه؟ انت معايا كده يا جيهان؟
بيقول ايه؟ بيقول ان لو الشرط ده بيساوي 10 قول لي ايوه يس، لو قال لي ولو ما اتحققش قول لي نو. فلو انا جيت كتبت دي 10 هيقول لي يس، طب لو كتبته مثلا 8 هيقول لي نو، وهكذا. تمام هنيجي بقى للحاجه الاصعب شويه وهي دي. ده مثال حي على فكره يا جماعه، ده مثال حي بيتم في المدارس وفي الجامعات وفي كل حاجه بيشتغلوا كده بالنظام ده. ويا ريت يا ريت الناس اللي هي عايزه تفهم الاف دي يا ريت تتابع الحته دي. انت عارفها دي يا علي صح؟ انت بتشتغل باف يا استاذ علي؟ بشتغل بشتغل بيه. كويس جدا. بيقول لك ايه بقى؟ اولا بيقول لك اللي اقل من 60 راسب، يعني اللي مجموعه اقل من 60 هنا اسمه راسب. وهنا نكتب ناجح او راسب، نعملها ازاي؟ اولا نجيب المجموع بتاعه. بتقولي ايه؟ انا اسف عشان دخلت مره واحده. متهيالي هي بس بدل ما كنا هنكتب يس ونو هنكتب راسب او ناجح، يعني نفس المعادله متهيالي اللي هي ماده. احنا اولا في المجموع هنا يا جيهان لازم نجيب مجموع كل ماده عامله ازاي، يعني هو في العربي كذا 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 كذا. تمام. فلو احنا جينا جمعنا الارقام دي كلها هتبان ان هي ايه؟ هتبان ان هي ارقام كبيره جدا. بصوا يعني بصوا اهو 169 ارقام كده كبيره. فاحنا عشان نجيب الارقام دي نجيبها افريج، الافريج اللي هو المتوسط بتاعت الرقم افريج لما انا قلت لكم عليها، اللي هو ان مجموعهم على عددهم اهو. بيقول لك اللي مجموعه اقل من 60 ده اسمه راسب. يبقى نعملها ازاي؟ هنعملها ازاي يا عم علي؟ نقول بيساوي اف، بيساوي اف المجموع اللوجيكال تيست بتاعنا اللي هو المجموع. ايوه اللوجيكال تيست اللي هو الشرط، احنا عايزين نحط الشرط. الشرط بتاعي بالظبط. هنعمل اقل من، ممكن لو الرقم ده اصغر من رقم 60 اقل من، بعد كده ندوس كوما. لو الشرط اتحقق قول له لو اصغر تحقق من 60 قول له راسب. 60 راسب. راسب بالظبط، راسب كده. طب لو اكبر قول له ناجح. انا ندوست عشان هي بالعربي. عشان الكوما. راسب بعد كده نكتب ناجح اهي، دوس انتر. فقال لي نسحب بقى كده. قال لك بقى ايه؟ قال لك ان الرقم ده 42 يعني اقل من 60 راسب، 57 اقل من 60 يعني راسب، 43 اقل من 60 يعني راسب، 47 اقل من 60 يعني راسب. هل حد يا جماعه فهم الموضوع ده ولا لسه احنا برده مش فاهمينه؟ لا مش فاهمينه قوي برده. كويس. طب نعيد من الاول. تمام. بصوا يا جماعه احنا نسحب نكبر دي كده شويه. بنقول له ايه؟ اف لو المجموع ده اللي هي الخليه دي اهي جي 2 اصغر من 60. مصطفى انت معايا كده؟ طب اه مع حضرتك. انت كده معايا الحته لحد الحته دي صح كده؟ اه لو الرقم لو المجموع ده اقل من 60 اذا ده اللي هو ايه؟ ننقل على الشرط اللي بعديه، ندوس كوما. قال لك تمام. طب لو طلع فعلا اقل من 60 ايه اللي هيحصل؟ اكتب لي راسب. راسب الكلام يا مصطفى بيتحط ما بين كوتيشن، بيتحط ما بين العلامتين دولت. يبقى تمام. تكتب راسب وبعد كده ندوس كوما. طب لو غير كده، ما هو ما فيش غير حاجتين، لا اما راسب لا اما ناجح. تمام. يعني لا اما لو اقل من 60 يبقى راسب، طب لو اكبر من 60 هيبقى ناجح. بس في بقى تقديرات ثانيه بقى. ناجح؟ تقديرات ثانيه اللي هو ايه؟ تقديرات تانية امتياز جيد جدا ولا دي مش هنا؟ استنى لا لسه مش هنا، احنا عايزين نشوف ان هو ناجح ولا راسب الاول. تمام. ماشي ناجح وراسب اهو صح كده؟
تمام كده مظبوط صح كده تمام. احنا بقى ممكن بقى نستخدم ايه كونديشنال فورماتنج يا عم علي لو انت فاكرها او لو انت فاكراها يا جيهان. ممكن نستخدم بقى كونديشنال فورماتنج ونعمل ايه؟ نعمل علامه كده نعلم عليهم كده ونروح دايسين كده هنا كونديشنال فورماتنج وهايلايت الهايلايت نختار احمر مثلا ايكوال مثلا اللي هو اسمه راسب راسب نخليه احمر نخليه احمر يبقى كده ايه الدنيا تبقى منوره اكتر. واللي اسمه ناجح نخليه مثلا باللون الاخضر مثلا ايكوال تو ناجح. ما انا مشكله ال ناجح ونخليها ايه باللون الاخضر اهو كده بقى في ناجح وراسب كده بقت الدنيا واضحه كده يا جيهان. بالصراحه تمام كده يعني انتوا كده فهمتوا الموضوع كده تمام. انا كده فهمت تمام. هنيجي بقى الاصعب جزء احنا هنقابله عم علي صح ولا غلط. انت اشتغلت يا عم علي على اكتر من طب سؤال بس لو سمحت هو احنا بنكتب ناجح وراسب جنب بعض يعني مش بنعمل معادله تانية يعني بعد ما كتبنا ناجح راسب مثلا نعمل كوما ونكتب لو اكبر من مثلا 60 يبقى ناجح. بص يا ساره احنا بنكتبهم الاثنين جنب بعض وهي المعادله بتشتغل. بص يا ساره اسمعيني كويس احنا بنقول له ايه لو الشرط اصغر من 60 يبقى ساقط يا راسب صح ولا غلط؟ صح اي صح تمام. طب غير كده ما هو لا اما ناجح لا اما راسب يعني مثلا احنا بنقول له ايه لو اصغر من 60 اكتب لي قدامه راسب غير كده يبقى اكبر من 60 اكيد يبقى ده ناجح. بس الثانيه ممكن لما تكون عايزين في اوبشن تاني غير ناجح وراسب. التانية بقى دي بقى اللي احنا جايين لها دلوقتي. تمام. انت اشتغلت يا عم علي على اكتر من اف ولا لا؟ شوية بس مش فاكرها بصراحة كويس. انا بحبك. اف لوحدها دي. انا بحبك. وانا فاكر انت هتساعدني. ماشي يا عم. تعالى بقى نكبر بقى كده شوية بقى كده. وناخد دورك على جنب كده. بيقول لك ايه بقى يا عم علي؟ بالصلاة على النبي كده. عليه الصلاة والسلام. بيقول لك ايه؟ بيقول لك لو اقل من 60 او بيساوي 60 يعني لو اكبر من او بيساوي 60 فهو مقبول ولو اكبر من 70 فهو راسب ولو جيد جدا يبقى 80. اللهم صل على النبي. ماشي بسم الله هنروح عاملين ايه بقى يا عم علي بالصلاه على النبي كده. هنروح اول حاجه نبتدي بنقول ايه يساوي اف بالصلاه على النبي. لو المجموع ده المجموع اهو اصغر من 60 اذا الراجل ده زيرو او نكتبها ايه اصغر من 60 يبقى راسب. ممكن نخليها راسب برضه. راسب يبقى راسب اهي. المشكله ان الكلام طب ينفع نخليها طب ممكن نخليها عربي وانجليزي نخليها يعني دي مقبول دي يعني ايه بالانجلش اكسبت وجيد يعني جود وجيد جدا يعني فيري جود فيري جود واكسلنت اكس اهي بس كده. عارفين ليه انا عملت الحركه دي ولا لا؟ الو سهل علينا كتابة بابا ده ما كنا نعمل ايه عربي وانجليزي. بص يا ساره بص يا ساره الفكره ان انت عشان تكتبي مقبول جيد فانت هتقعدي كل شويه تغيري اللغه من عربي لانجليزي فانت ممكن تتلخبطي فنخليها ايه نخليها بالانجلش كده عشان تبقى كلها ميه واحده. جدع علي سامعني كده يا ساره؟ تمام. لا ركزي بقى معايا خليكي بقى معايا يا ساره انت كده بقى انت وعم علي ومصطفى ركزي. انا عارف والله والله انا عارف انا عارف. بص تمام خليكوا بس معايا هندوس اف وندوس اف اهي. بيقول لك ايه لو ايه ده لو الرقم ده اصغر من 60 اذا الرقم ده راسب يعني ايه فيل يعني سقط يعني. طب لو الرقم ده بقى ركزوا في اللي انا هقوله لو الرقم ده اصغر من 70 هيبقى اكسبت جود اقل من 70 لو يساوي بقى لو يساوي 60 ركز بقى هي دي اللقطه اللي انا جاي اقولها لكم. بصوا يا جماعه
مش احنا قلنا اللي اقل من 60 زيرو؟ تمام. تمام. اللي اقل من 70 لحد 60 من 60 ل 70 يبقى ايه؟ ها ده اكسبت. اكسبت اكسبت جدع كده. حد فاهم ولا لا؟ تمام. فهمنا. لا انتوا كده مش فاهمين. بصوا يا جماعه هنبتدي من اول تاني. هندوس يساوي اف لو ده اصغر من 60 يبقى اذا الراجل ده فيل. فيل يعني اللي هو سقط. سقط اهو. احنا في اول شرط اهو. ركزوا احنا في اول شرط. الشرط بنقول لو ده اصغر من 60 يبقى في النتيجه بتاعته هتبقى فيل. فيل يعني ان هو سقط. صح ولا غلط؟ تمام. تمام مظبوط. وبعد كده ندوس كومه. كده احنا خلصنا اول اف. ما هي الاف دي مكونه من ثلاث حاجات. الشرط ولو اتحقق او ما اتحققش. صح. فكده احنا نفتح اف ثانيه. هندوس اف ثانيه. اف لو الرقم ده اصغر من 70 اذن جود. 70 اكسبت بقى. اكسبت بقى. اكسبت قصدي اكسبت اهي. اكسبت. طب ولو لا يبقى نفتح اف ثالثه. اف لو الرقم ده اصغر من 80 يبقى جود. يبقى جود كده. طب ولو ما نفعش طب نفتح اف رابعه. اف تاني. اف لو الرقم ده اصغر من 90 اصغر من 90 يبقى فيري جود. يبقى فيري جود. ها جاي يا عم علي ولا لا؟ على ما التنصيص بس. فيري جود. ها جاي في اللي جاي ولا لا؟ هتعرف تحل اللي جاي ولا لا؟ كده لو غير كده هتبقى اكس. اكسلنت جدع. صح. اكسلنت. لازم اكتب فوق 90 يبقى اكتب ايه؟ اكسلنت على طول. اكسلنت اهي. بص بقى ايه ده؟ يا نهار ابيض. ها مصطفى انت معايا صح؟ انت شايف كده؟ معاكم. تمام. بصوا بقى تمام معاك. بصوا بقى ايه الفكره بقى في دي؟ بصوا احنا فتحنا اكتر. نعم. هو ليه في الاخر خلاص ما عملناش اف رابعه ولا اف خمسه؟ ليه كتبنا اكس على طول؟ يعني هي دي الحته اللي انا واقفه فيها بصراحه. بص يا ستي تعالي نقرا المعادله من الاول. بيقول لك ايه؟ لو اقل من 60 يبقى فيل. فيل يعني راسب. صح. تمام كده احنا واقفين عند رقم 60. هنفتح اف تانية الشرط اللي بعده. يبقى لو اقل من 70 يبقى ما بين ال 60 وال 70 يبقى اكسبت. صح. وما بين ال 70 وال 80 يبقى جود. وما بين ال 80 وال 90 يبقى فيري جود. وما بين ال 90 فيما فوق يبقى اكسلنت. صح ولا غلط؟ تمام. فانا قلت انت كده قلت على طول احسبها انت اكسلاند على طول. بالظبط بالظبط. صح كده جدع. قلت له ايه؟ لو اقل من 60 يبقى فيل. يبقى احنا كده واقفين عند ال 60. احنا كده وقفنا عند رقم 60. لو اقل من 70 يبقى ما بين ال 60 وال 70 يبقى كده اكسبت. يبقى ال 70 وال 80 كده يبقى جود. ال 80 وال 90 يبقى كده فيري جود. اي حاجه بقى فوق ال 90 يبقى اكسبت. معلش ممكن سؤال؟ اتفضلي. هو احنا ليه ما عملناهوش زي الجدول كده ما حضرتك كاتبه اللي هو اكبر من او يساوي يبقى اكسبت اكبر من او كده؟ يعني ليه عملنا اصغر من؟ تعالي ممكن نعملها اكبر من. تحب نعملها اكبر من ازاي؟ تعالي. زي الجدول اللي حضرتك عامله. انا ما عنديش مشكله. ما هو احنا عايزين نعمل اكبر من او اصغر من الاثنين هيجوا. يعني انا قصدي ايه؟ تديها زي مثلا نقول مثلا ايه؟ اكبر من 90 اكسلنت. اكبر من 80 very good. اكبر من 70 good. اكبر من 60 accept. ما هي بتتعمل كده. هي كده او كده مش تفرق. تمام. انتوا فاهمين يا جماعه ولا لا؟ يعني هي بتقول لي. هي فعلا سالت سؤال على فكره كويس جدا ايمان. بتقول لي ايه؟ بتقول لي طب انت ليه مش عاملها اكبر؟ فانا ببتديها ايه؟ ببتديها فعلا ممكن ابتديها اكبر بس ابتديها اقول ايه؟ لو اكبر من 90 هبتدي من فوق خالص الاول. يبقى اكبر من 90. سامعيني ولا لا؟ الو اتقطعت فجاه؟
يعني هو لو اكبر من 90 نعملها اكسلنت من الاول يعني؟ أيوة يعني نعكسها خالص، نبتدي من فوق خالص. اكبر من 90 تبقى اكسلنت، اكبر من 80 تبقى فيري جود، اكبر من 70 تبقى جود، اكبر من 60 تبقى اكس اكسبت. فاهمين؟ فممكن تجربها لنا برضه. يلا بينا المثال الجاي اهو. بصوا بقى ركزوا بقى، بصوا في كام قوس مفتوح، ادي 1 2 3 4. نقعد بقى نقفل الاقواس بقى اهي، 1 2 3 4 وندوس انتر. تعالوا بقى ننزل بقى نسحبها لتحت كده، تعالوا بقى نتست بقى نشوف شغلنا صح ولا غلط. يلا شوفوا انتوا، 42 يبقى راسب، فيل فيل، 71 يبقى جود، 71 ده مش صعب. ابها كده بندوس دبل كليك فهي بتعلم لي العمود كله. بتنزل لتحت كله. يعني هو انا مسحها بدل ما اسحبها انا اهو. شايف الحركه دي؟ انا وقفت اهو، شايف علامه الزائد اللي ظهرت دي؟ دوس عليها مرتين اهي، مرتين تنزل. تمام. بصي بقى يا ستي، على فكره صح، مين اللي سالتني السؤال ده؟ انا. بصي يا ساره، عارفه يا ساره بسبب الحركه دي، والله العظيم انت فعلا بتتكلمي صح، انا بسبب الحركه دي انا كنت بتشل زمان كان بتلخبط الكيك معايا فعلا، بتاخد صف جنبه. بقول لك ايه، بقول لك ايه يا ساره، انا اتشليت زمان، انا قعدت كده حوالي بشتغل حوالي 3 شهور او 6 شهور كمان بشتغل، انا بقعد اسحب سحبه طويله عريضه وما بتخلصش، مشي الطويل ما بتخلصش لحد ما اكتشفت الحركه دي. بصوا يا جماعه، تمام، هي فعلا اسرع بكتير. بصوا بقى عشان عايزين بس ايه نشوف الارقام صح ولا غلط. بصوا 85 ده فيري جود، في هنا اكسلنت، مفيش اكسلنت. طب لو احنا عدلنا من 77 خليناها مثلا 102 مثلا اكسلنت، خدتوا بالكم ان هي فوق ال 90؟ الو ولا لا؟ تمام، انت معايا كده؟ لا، حد معايا كده يقول لي تمام حاضر، ايوه كده تمام كده يا جماعه. فبصوا كده، لو احنا عملنا مثلا دي 1000 اكسلنت، احنا عاملين فوق ال 100، فوق ال 90 ده اكسلنت. ايه رايكم؟ الو؟ تمام. لا حد تاني؟ لا انا عارف احمد ده معايا، حد تاني معايا؟ تمام مع حضرتك، بس ممكن نعملها بطريقه اكبر من. يلا بينا نعمل من الاول تاني اهو، نمسح كده خالص بسم الله، ونروح صح نكبر دي كده شويه، ونقول ايه اف. لو المجموع ده اكبر من 90 اذا اللي هو نعمل كوما تاني ونكتب اكسلنت، صح كده؟ طب لو هيساعد لو هو مثلا جايب 90 يتحسب ايه؟ لو اكبر من 90 هو جاي 90 بس جود. انا اقصد انه هتحسب فيري جود، ما هو 90 فيما فوق اكسلنت، يبقى اكبر من او تساوي 90. ماشي، يبقى اكبر من، تمام انا قصدي ماشي، اكبر من او تساوي 90 اكسلنت. تمام. طب لو لا يبقى اف ثانيه، لو ده اكبر من او بيساوي كام؟ ها مين اللي جاي؟ فيري جود، 80. يبقى اكبر من او يساوي 80 اذا يبقى فيري جود، فيري جود. نخش واحده ثانيه، يبقى اف ثالثه، لو ده اكبر من او بتساوي 70 يبقى اذا هتكون ايه؟ ها جود. وباخر حاجه قبل الاخيره، طب لو لا، لو دي اكبر من او بتساوي كام؟ 60. اذا اكسبت، اكسبت. طب لو غير كده، اقل من 60 هتبقى في، لا غير كده هتبقى في. تعالوا كده نجرب كده يا جماعه. الو؟ تمام. بصوا 71
71 ده اهو جود. طب لو خلينا دي 90 تبقى اكسلنت. طب لو خليناها مثلا ها 60 يبقى اكسبت. طب لو خليناها 59.5 فيل. تمام كده يا جماعه؟ تمام. انا مبسوط والله. انتوا مبسوطين اهم حاجه؟ تمام تمام طب تعالوا بقى في مثال تاني نحله بقى، بس حد يحله من اوله لاخره يعني، انتوا تساعدوني بقى انتوا. اهو في مثال اهو هنا بيقول لك ايه بقى. تعالوا بقى كده يا جماعه ونقول حاجه حلوه قوي. بيقول لك ايه؟ بيقول لك تعالى بس كده ننظفه كده اهو. بيقول لك ان محمد احمد بيقول لك عربي رياضيات انجليزي دراسات حاسب الي والمجموع والنتيجه والتقدير. بيقول لك المطلوب بقى، المطلوب بيقول لك احسب نتيجه كل طالب علما بانه يكون ناجح اذا كانت درجاته اكبر من او يساوي 300 ويكون راسب اذا كان اقل من ذلك. يبقى اقل من 300 ايه؟ السلام عليكم. راسب. خليكم معايا بالله عليكم. يبقى اقل من 300 يبقى ايه؟ راسب صح؟ تمام. تقدير امتياز اذا كان اكبر من او بيساوي 550 ويكون جيد جدا اذا كان اكبر من او بيساوي 450 ويكون جيد اذا كانت ما اعرفش ايه ويكون راسب اذا كان اقل من 300. ها مين اللي هيبتدي؟ اول حاجه هنعمل المجموع. ماشي. ادي احمد هو يبتدي بالمجموع. هنعمل ايه يا عم احمد؟ يساوي اهو average. مش لازم افريج على فكره، ممكن نجمعهم. ها هنعمل سم بداله سم. سم وكان علم عليهم كلهم اهو كده وندوس انتر ونسحبها كده ندوس عليه مرتين كده نزلت لتحت. تمام. مين اللي جاي بعديه؟ النتيجه اذا كان ناجح او راسب. ها مين اللي هيجي غير احمد؟ فوق. هنقول اف. ايوه يلا صار اف اهي. لا ثواني يساوي الاول اف. هنفتح كوت يساوي اف. اه هنفتح كوت نكتب ندوس على المجموع. المجموع جدع اهو. اه وبعد كده هنقوم عاملين كوما. لا لحظه بقى، نحط الشرط الاول، نحط ندوس على المجموع. لو المجموع ده اقل من ايه؟ اقل من 300. اقل من 300 ايوه. نعمل نفتح الاثنين كوس دول كوما سنجل كوتيشن. ايوه دبل كوتيشن صح. هنكتب فيها ايوه هنكتب راسب. فيها بقى راسب. لا نكتبها فيل بقى بصراحه، انا عايز انا اتخنقت من ام راسب دي. فيل احسن يعني. طيب اوكي نقفل ونعمل الكوما. ايوه نعمل اف تاني سكسس. تمام. طيب. ليه ما احنا نعمل امتياز وجيد جدا وكده؟ الامتياز وجيد جدا هو التقدير. اوكي تمام. يبقى دي نسحبها كده لتحت. يبقى عندك فيل فيل اتنين فيل اهو. لان اقل من 300. تمام. يلا مين اللي جاي تاني بقى في التقديرات؟ انا بصوا بقى التقديرات دي دلع. انا عايز واحد كده نفس طويل ونسحبها كده تحتينا كده عشان نبقى شايفين الحاجه تحتينا. مش عايز ميرج. ماشي يبقى نعمل دي كده ونفك الميرج. يا لهوي الميرج ده هيضيع خالص. طب لو احنا عملناها كده كوبي وحطيناها هنا كده مثلا. ماشي لا نحطها هنا كده. استنوا لا مش عارف اسحبها، لازم اخليها جنبيها كده. ماشي ها قولوا لي بقى كده يا جماعه مين اللي هيبتدي معايا في اول اف واحده؟ يعني بصوا هم حوالي اربع او خمس افات، فانتوا تحبوا نبتدي باول اف نقول ايه؟ بالصلاه على النبي. الو هو النت قطع ولا ايه؟ هنقول اصغر من 300 راسب. استني 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 بقى استني استني. اول حاجه ابتدي الاول انت يا ساره قولي اف ايه؟ طيب اف هنعمل بقى الشرط بتاعنا اللي هو 300. نعمل ايه يعني؟ اصغر من 300. ادوس ايه على ايه واعمل ايه واروح فين؟ هنعلم على السكسس. المجموع. هندوس على السكسس. لا المجموع مش السكسس. المجموع. تمام.
تمام. المجموع أصغر من 300؟ أصغر من 300. هنقوم فاتحين بقى الاتنين كوتيشن. أيوة. ونكتب فيل. جدع. نعمل كومة، نقفل الكوتيشن ونعمل لحظة. كومة. احنا قلنا لو الأصغر من 300 يدوس فيل. طب حد تاني غير سارة؟ معلش كده سارة أنا آسف، بس عايزين بقى إيه أصحابك أو زمايلك يخش. مين ده مين تاني داخل؟ هنفتح اف تانية. ماشي اف تانية. ها المجموع برضو ونقف على المجموع. جدع ماشي. لو اكبر من 450. لو ايه اصغر من 450 صح ولا ايه؟ لا تلوتنيش انا خايفة لوحدي. بص لا لا بص، الاصغر من 300 ده فيل، يبقى بعد كده ايه؟ لو اصغر من 350 يبقى اكسبت، يبقى ما بين ال 300 وال 350 ده مقبول صح ولا غلط؟ ما هو بيقول لك لو اذا كان اذا كان اقل من 300، ويكون مقبول اذا كان اكبر من او يساوي 300. يبقى احنا هنقول له ايه؟ المجموع لو اصغر من 350 اذا اكسبت. حد جاي تاني بعديها؟ طب لو لا حد جاي تاني ولا ايه؟ جيهان وسارة كده خلصوا. ايمان ممكن تشاركينا ولا ها؟ انا ممكن اشارك. تعالى حد مصطفى تعالى. ها قول تمام. لو اقل بقى من 450. جدع ماشي. طب لو المجموع اقل من 450 اذا جيد. يبقى جيد. يبقى جيد. جدع كويس. يبقى جود. في حد جاي تاني بعدين؟ ها حد ناوي يشارك؟ انا حاسس ان في حد عايز يفتح المايك. ها هنفتح كويس اف اهي. قول لي جهاد. ولو اكبر من اصغر من ايوه اصغر صح جدع اصغر 550. فيري جود 550 اذا ها فيري جود. جدع فيري جود. حد تاني غير جهاد كده؟ احنا قلنا كده كتير. مين اللي جاي تاني بعديها؟ يلا هنسوي كوما واكسلنت. جدع انا كنت مستني الحته دي. جدع جدع. يبقى كوما واكسلنت. يلا بينا. ها تعالوا كده نتست الارقام بتاعتنا. ها نقول ايه؟ بيقول لك 377. 377 دي فين يا جماعه؟ ما بين 350 وال 350 و 450. يبقى كده ده كده جود صح. طب الجيد جدا ما بين 450 و 550 جيد جدا ده فين؟ فيش فيري جود. طب لو احنا مثلا عملنا 460 هيبقى فيري جود صح. 450 450. طب في اكسلنت اللي هو فوق 550 بالظبط. ها 300. هل كده يا جماعه الارقام صح ولا غلط؟ الو ايه الارقام صح. انا فاهم. انا عايز حد تاني غير جهاد. احنا ايه يا جماعه الناس نامت ليه؟ ما كانت شغاله والدنيا كانت كويسه جدا. ما انتوا كنتوا كويسين والله. الو تمام كله تمام. احنا معاك اهو. كلكم كويسين يعني اهم حاجه؟ لا كويسين. بص بقى اقول لكم على حاجه كويسه قوي. بص ايه رايكم لو احنا سامعيني كده يعني قولوا لي رايكم ايه؟ ايه رايكم لو احنا دخلنا في لوك اب في اف؟ علي انت معانا ولا علي ده انت ولا علي مش موجود؟ لا علي مش موجود.
ايه رايك يا جهان في الحته دي؟ يعني هو احنا ممكن نجرب عادي مفيش مشكله. بص يا ستي، احنا ممكن نقول له ايه بقى؟ بصي، احنا ممكن نشيل كل ده وندور برقم الموبايل عادي. نقول له بقى ايه؟ نقول له ايه؟ بنقول له اف لو اسم الموظف ده بيساوي محمد، او بيساوي مثلا ايه، هقول لك انا، نجيب مثلا اسم، مثلا اسم من دولت مثلا، او رقم الموظف، نجيبه برقم الموظف اللي هو الاسم الرقم ده، تمام؟ اهو بنقول له ايه، لو اف لو رقم الموظف ده بيساوي الرقم ده اللي هو 1497 ده، اذا هات لي في لوك اب برقم الموظف ده من هنا لحد هنا، ورقم 5 فول. طب لو لا، قول لي لا، not found. بصوا يا جماعه ركزوا في اللي انا بقوله، معلش انا اسف، الموضوع كبير، انا عارف ان هو كبير والله. طب حد فاهم حاجه اللي انا عملته ده ولا لا؟ الو، والنبي يا جماعه ردوا عليا بالله. لا محدش عشان كده كلهم سكتوا. طب بالله عليكم ردوا عليا، قولوا لي احنا مش فاهمين. ما بحسكم بالكم، انا مش شايف رياكشنات وشكم، فمش عارف انتوا نمتوا ولا النت قطع ولا ايه بالظبط، فاهمين قصدي؟ احنا معاك. بص يا ما، بص بقول له ايه، بقول له ايه اصلا؟ نعم، بندور على ايه اصلا؟ بص يا سارة، بقول له ايه، بص يا ستي، بقول له ايه، لو الاسم لو رقم الموظف ده بيساوي 1497، روح هات لي رقم تليفونه. طب لو ما لقيتش ان هو رقم الموظف 1497، قول لي مش موجود، فانا هعمل ايه؟ بص يا ستي، اروح اعمل ايه، اروح كاتب مثلا هو ايه الرقم اصلا بتاع 1497 اللي هو اسمه حسين يزن ده. طب بصي، لو انا جيت حطيت 14، بص أنا... لو انا كتبت هنا 1497، بص ايه اللي هيحصل، جاب لي رقم التليفون. ان انا، بص يا سار، ان انا حطيت له شرط يمشي عليه، قلت له ايه، بص يا ستي، يعني انا بدور على رقم الفايل دوت، عايز رقمه. بص قلت له ايه يا ساره، قلت له ايه، طب ما ادور بالاسم مثلا، ما هو اي حاجه، انا بقول لك بس ان انا بدخل في لوك اب جوه اف، انا بس عايز اوريها لكم. بص يا ستي، بقول له ايه، بقول له لو لقيت، طب انا هقول لك على حاجه، ايه رايك، ايه رايك نشوف محاسب؟ بالظبط. بص انا اقول لك على حاجه كويسه، طلع لي ارقامه. بص احنا ممكن نمسح ده كده كله، بص، ونجيب ايه ده كده اهو، ونحطه هنا كده، اقول لك هنا، ماشي، نخلي المسمى الوظيفي دي تبقى هنا كده، تمام. بصوا يا جماعة، اللقطة اللي أنا هعملها دي، فاكرين صام اف ولا لأ؟ ألو؟ طب أقول لكم على حاجة، نخليها بفي لوك اب، حد يرد عليا بالله عليكم، والله أنا فعلاً مش عارف مين اللي بيرد ومين اللي ما بيردش، ولا النت قطع، فبالله عليكم حد يبقى معايا أون جوينج كده. جهاد خليك معايا. خليكم معايا بالله عليكم، خليك معايا سارة، خليك معايا جيهان، يعني ردوا عليا كده، ويعني ردوا. بص بقول له ايه، ولا نعم. احنا معاك بس مش فاهمين. بص يا ستي، انا بقول له ايه، انت عارفه في لوك اب يا جيهان بتعمل ازاي ولا لا؟ طب بلاش في لوك اب، خليك معايا، خليك معايا، بلاش في لوك اب، احنا هنجيب المحاسبين. بقول له ايه، لو الخليه دي بتساوي كلمه محاسب، الكلام كده لحد دلوقتي واضح وسهل جدا، لو الخليه دي بتساوي كلمه محاسب،
اذا اللي هو لو الشرط اتحقق هات لي مجموع المحاسبين سم اف اهو الرينج اللي هو اللي انا بدور فيه والكرايتيريا اللي هو ده والمجموع المحاسبين اللي هو المرتب بتاعه ونقفل الكورس ده كده المجموع. طب لو ما لقيتهاش قول لي لا not found او اكتب له ده غير محاسب حد فاهم اللي انا عملته ده ولا لا؟ بصوا انا اقول لكم انا عملت ايه. انت فهمت كده مصطفى ولا لا؟ اه فهمت. خليك معايا مصطفى. بقول له ايه؟ بقول لهم ايه؟ بقول له لو الخليه دي لو الخليه دي اللي هي الزرقاء دي جواها كلمه محاسب هات لي مجموع مرتبات المحاسبين كلها. طب لو الخليه دي ما فيهاش رقم اسم محاسب ما تجيبهاش. لو انا جيت حطيت له مثلا اسم مهندس مثلا وحطيت له هنا مش هيرد ده قال لي ده غير محاسب. طب لو انا كتبت بقى كلمه محاسب دي بقى وكتبت كلمه محاسب هنا ايه اللي هيحصل؟ محاسب قال لي ان المحاسب ده مجموع مرتباتهم 12650 جنيه. لو انا جيت فلترت وعملت على محاسب وعملت على الراتب بتاعه 12665 جنيه. فاهمين اللي انا عملته ده ولا لا؟ فاهم دي يا مصطفى؟ اه فاهمك. هو انا بقى ممكن اسيب بقى يعني اخليه احدد بدل ما اخليها كلمه محاسب اخليها خانه فاضيه وانا اكتب فيها الاسم اللي انا عايزه. بالظبط. تمام تمام كده. انتوا فاهمين يا جماعه اللي انا عملته ولا لا؟ ماشي اختصر على بيه. انا معاك. انا فاهم جيهان. انت فاهمها ولا مش فاهمينها؟ هو انا تمام بس استاذنك ممكن تعيدها مره تانية يعني عشان نكتبها بقى. ماشي. طب انت فاهمها ايمن؟ جهاد انتوا فاهمينها؟ ولا انا فاهمها بس ممكن شرح بسيط وسريع برضو على سم اف ولوك اب وكده عشان نتلخبطوا ما بينه. يعني دي بنستخدمها امتى ودي امتى؟ الفي لوك اب بنستخدمها لو انت بتدوري على ابره في كوم قش. لو عندك داتا كتيره قوي 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 كتير قوي مثلا محاسبين كتير وانت عايزه تجيبي مرتب محاسب معين. فاهمه؟ تمام. فدي الفي لوك اب. السم اف اللي انت بتجمعي مرتباتهم كلها بتجمعي كذا حاجه مع بعض. تمام. طب انا اقول لكم على حاجه كويسه جدا يا جماعه. بصوا ده تعال نعملها من الاول تاني. الفي لوك اب بتقول ايه؟ بتقول ان الفي لوك اب لو انت جبت اسامي زي مثلا ده وده وده وحطيتهم هنا بص يا ستي انا عايز اعرف مرتبات سعيد وجمال واحمد. فانت عشان بالطريقه التقليديه بتاعتك هتعمليها ازاي؟ هتدوري على كلمه سعيد كنترول سي وتعملي كنترول اف وتدوري عليه كده سعيد اهو وتروحي واخده رقم المرتب بتاعه وتحطيه هنا. صح ولا غلط؟ مش ده الطبيعي كده يا ناس؟ خليكي معايا. صح كده؟ ده المرتب. تمام. صح؟ خليكي بس معايا كده في اللقطه دي. فانا بقول لك بقى ايه؟ انا بقول لك انا عندي طريقه حلوه قوي. بتقول ايه؟ بتقول في لوك اب بيساوي في لوك اب مرتين. بيقول انت بتدور بايه؟ بقول له انا بدور باسم سعيد. تمام. بدوس كوما. بيقول لي انت عايز بتدور عليه فين؟ بقول له انا بدور عليه من اول اسم الموظف لحد المرتب. تمام؟ معلم على الثلاث عوامل دول. بيقول لي الناتج اللي انت عايزه الكولوم اندكس دي اللي هي الناتج ده في انهي عمود؟ يعني رقم العمود بتاعه كام؟ بقول له رقم العمود ده 1 2 3 صح ولا غلط؟ تمام تمام. بعد كده بيقول لي انت عايز نتيجه تقريبيه ولا على طول ولا بالظبط؟ اقول له لا بالظبط. واروح داخل. قال لي ان اسم سعيد محمود رمضان كامل ده اهو مرتبه 3219. طب لو انا سحبت المعادله بتاعتك ان جمال ده 3213 جمال ده فين؟ جمال اهو 3213 احمد سعيد ابراهيم تحت خالص اهو 3900 بالظبط. يعني الارقام صح ولا غلط؟ صح. تمام كده احنا عرفنا. ممكن بقى نفس الموضوع في سم اف. سم اف بتجمع لك بقى لو اكتر لو سعيد ده
ليه اكتر من مرتب بيجمعهم لك كلهم في اسم واحد. تمام. انا ليه عملت رقم العمود ما دوستش على الرقم بي كله الدي كله؟ لا هو انت في الفي لوك اب بتختاري النتيجه بالعمدان بالرقم بتاعها رقم العمود. يعني انا بعد اللي انا معلمه عليهم بس مش من اول الشيت يعني. لا انا انت معلمه عليهم بس ولازم اللي انت بتدوري بيه لازم اللي انت بتدوري بيه يبقى هو اول حاجه يعني سعيد تلاقي اسم سعيد ما تدوريش باسم رقم الموظف فاهمه؟ اه تمام اهو كده كده الكلام كده واضح كده ساره؟ تمام. طب اسم سعيد نفسه متكرر مرتين بيجمع الاثنين ولا بيديني لو سعيد نفسه. متكرر مرتين لا هياخد اول واحده فوق تمام كده جان؟ يعني مش هيجيب لي مجموع الاثنين. ما هو مجموع الاثنين دي معادله تانية اسمها سم اف. انت معايا جان؟ اه ما حضرتك يبقى هو مش هيجيبها بالمعادله دي يبقى لازم استخدم المعادله تانية. بالظبط. هل كده الكلام واضح؟ واضح. طب تمام تمام واضح. طب انا هقول له بقى حاجه كويسه جدا. بص يا ستي انا عايز اوريكم ان انت تقدري تستخدمي اكتر من معادله جوه معادله فاهمين؟ يعني اكتر من معادله جوه بعض فاهمين قصدي؟ بقول له ايه مثلا؟ بصي قلت له ايه؟ بقول له اف لو الخليه دي فاضيه دي يعني بتساوي فضا يعني كده فاضي ده اللي هو يعني بيساوي نقطتين فاهمين قصدي؟ الو نقطتين اللي هي كونديشن يعني ان الكلام فاضي خليها فاضي. بص ركزي بقول له بيقول لي لو الخليه دي فاضيه بقول له انا خليها فاضيه كده. قال لي طب لو طلعت مليانه؟ اقول له اعمل لي في لوك اب اعمل لي في لوك اب على الخليه دي في هنا وهات لي الناتج بتاعها ده. ودوس انتر. فبصي لو تلاحظوا الخليه فاضيه اهي مع ان في معادله اهي شغاله اهي في معادله بس هو مخليها فاضيه فاهمين ولا لا؟ بمجرد لو انا جبت له اسم مهندس وحطيته هنا بص ايه اللي هيحصل؟ جاب لي قال لي ان المرتب بتاع المهندس 2463. ايه رايكم؟ الو بقى تاني كده واحده نعم تاني كده واحده تاني هو معلش هي صعبة شوية ممكن تعيدها تاني؟ طب سيبك من دي. بص يا ستي أنا هكبر الكتابة شوية وهوريكم على حاجة كويسة أوي. بص يا ستي أنا نكبر دي كده شوية نكبر كبر كبر شوية. بص اهي إحنا عشان نخلي الخلية عشان تبقى باينة إن هي فاضية بقول له إيه؟ إف لو الخلية دي بتساوي فضا يعني فاضية أو الخلية دي فاضية دي يعني كده دبل كوتيشن يعني خلايا ما فيهاش حاجه بتتكتب جواها فاهمين قصدي؟ الو حد طب ليه بنخليها فاضيه؟ ما انا مش فاهمه هي ليه بنخليها فاضيه بس؟ ما هي الخليه فاضيه اهي يعني انا ما هي يعني ايه ليه بنخليها فاضيه؟ يعني انا بعمل الكوتيشن ما فيش في وسطيهم حاجه. طب انا دلوقتي بترسم. بصي كوتيشن دي مفهومه ان هي فاضيه يعني الخليه دي فاضيه يعني ليه بنخليها فاضيه؟ عشان ممكن نيجي نملاها يعني ممكن نيجي نحط فيها داتا بعد كده. اه تمام. يعني هي بس تبقى معادله محطوطه بس مش اكتر فاهمه؟ بيقول بقول له ايه؟ لو الخليه دي فاضيه انا فده الشرط. قلت له كوما قلت له خليها لي فاضيه يعني كوما برضه يعني كوتيشن برضه صح كده فاهماها ولا لا؟ طب ماشي بعدين؟ وبعدين طب لو لا قال لي طب لو طلعت مليانه قول له اكتب لي ان هي مليانه الخليه كده الخليه فاضيه صح ولا غلط؟ ما الخليه دي ما كتبش فيها حاجه
طب لو انا حطيت فيها زيرو؟ قال لي الخليه مليانه. انت فاهم اللي انا عملته ده ولا لا؟ الو سارة هي دي على اساس لو انا عندي جدول وفي بيانات مش كامله يعني. بص يا ستي اللي انا عملته بقول له ايه؟ بقول له ان لو الخليه دي فاضيه خلي ما تحطش حاجه، بمجرد ما تحط لي حاجه فيها اجمع لي كذا. سيبك من الخليه فاضيه او مليانه، انا بقول ايه؟ بقول لو الخليه دي مثلا بتساوي اسم محمد اجمع لي مرتب محمد. طب قال لي طب لو ما ساوتش محمد يبقى ما تجمعليش حاجه. انتوا فاهمين ولا لسه؟ فاهمين. فاهم يا جهاد الحته دي ولا لا؟ والله بكلم جد. طب انا اقول لكم على حاجه كويسه جدا. بصوا يا جماعه اقول لكم على حاجه حلوه جدا. الاسم بس ونخلي دي كده لوحدها. انا هعمل بصوا انا هفتح كده الكاميرا معلش لحظه كده انا واقف كده بقالي كتير قوي ما كلمتكوش كاميرا. انا كلمتكم كاميرا دي قبل كده ولا يا جماعه؟ ما اعتقدش صح. انا هعمل ستوب شير كده لحظه. كان شايفيني كده كويس؟ مساء الخير. الو تمام حضرتك شايفني؟ بصوا يا جماعه الفكره في الاف دي، الاف ممكن تدخلوا فيها اكتر من معادله تسهل لكم حاجات. بصوا افرضي مثلا افرضي ان انت عندك جدول جدولين في اماكن مختلفه تمام، ركزوا في اللقطه اللي انا بقوله. وانت لو قلت له ايه لو حطيت لك الاسم هنا روح هات لي من الجدول ده، طب ولو ما لقيتوش في الجدول ده دور لي عليه في الجدول التاني. فاهمين ولا لا؟ تمام هشام فاهم. حد تاني فاهم ولا مش فاهم؟ يعني انا ممكن اربط المعادله دي في شيتين يعني؟ ايوه كده ايوه هي دي صح. انت ممكن تربطي الاف دي باكتر من حاجه. اف دي بتديكي سحر، بتقول لك ايه؟ بتقول له لو انت جربت الشرط ده لو نفع، يعني انت بتدي له شرط بقول له ايه؟ بقول له لو الاسم ده صح هات لي من الشيت ده، طب لو طلع مش صح هات لي من الشيت التاني. انتوا معايا؟ تمام اه تمام تمام. يعني مثلا مصطفى انك نفترض مصطفى اللي قدامنا ده، مصطفى شغال في مصنع الاسمنت واتنقل في مصنع الطوب، فانا مش عارف هو فين، فانا بقول له لو مصطفى ده لقيته في مصنع الاسمنت هات بياناته، طب ولو ما لقيتوش دور لي في مصنع الطوب. الكلام كده واضح؟ تمام واضح كده. الله يعني كده اشهد ان لا اله الا الله. تمام كده تمام تمام جدا صح كده جاني؟ يعني انت كده فهمتوا الموضوع كده؟ اه يبقى ايه الحل؟ برضه بتتحل كده يا هشام، بتتحل كده برضه، امرها سهل. طب ينفع نطبقها على الشيت الجاي ده ولا لا؟ هو تمام بس بالراحه عشان ضغطك مع علاج بس حرام عليك. بص يا جماعه معلش اسمعوا، في البرمجه انا برضو لما كنت بتعلم بايثون، لو حد يعرف بايثون ده، في 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 لغه برمجه اسمها بايثون، دي برمجه داتا اناليسز وتحليل بيانات وكده. انا كان المحاضر اللي كان بيحضر يعني بيقول لي والله العظيم كان هيتعصب عليا. انا ساعات انا عارف ان ساعات كميه معلومات ضربه في دماغكم فالموضوع بيبقى صعب. فاللي انا بس عايز اوصله لكم ان البرمجه، انا اسف انا صوتي ابتدى يهدى دلوقتي، ان لغه البرمجه الاكسل ده برمجه فبيبقى الموضوع فيه تعقيد شويه. فانا اسف، انا عارف والله ان الموضوع بيبقى ساعات معقد، انا عارف جدا وانا مقدر الحته دي. بس فانا حبيت ان انا اشرح لكم الحته بتاعه اف وفي لوك اب، ولو في اي حاجه ان شاء الله اشرحها لكم تاني.
انا كده يعتبر خلصت. ولو انتوا عندكم اي اسئله قولوا لي. على فكره فاضل دقيقه واحده، او لو قفل افتحوا تاني نفس اللينك انا كده كده موجود عليه. تمام كده، حد عنده اي اسئله بخصوص ايه؟ لا تمام جدا يعني بصراحه، ربنا يبارك لك يعني حبيبي مصطفى. حبيبي حاجه تانية يا احمد؟ لولي انا عايزه اخر واحده تاني اللي احنا قعدنا نعمل فيها كوتيشن فاضيه دي، مش فاهمها بصراحه. طب انا اعملها بس تركزي معايا وتفتحي المايك. انا عايزك تبقي ايوه فاهماني. هو انا ممكن طلب ممكن حضرتك تدينا تاسك عن كل اللي احنا اخدناه ده؟ انا للاسف ما بديش تاسكات، بس ممكن اديكم الاكسل شيت ده ابعته لكم على الواتساب تجربوا عليه. طيب ماشي يا ريت. تمام كده، تمام ماشي. كده انتوا معايا كلكم كده يعني؟ كده احنا الحمد لله كلنا دخلنا فجأة كده. ها تمام تمام. ماشي. بص يا ستي، بص يا سارة، هقولك على حاجة علشان تكون يعني واضحة اكتر. علشان الخلية اللي انا كنت عمال اقول لها لو انت فاضيه فخليها فاضيه، بقول له ايه؟ لو الخليه دي ما اتكتبش فيها حاجه خليها فاضيه عادي، يعني ما تحطليش نتيجه. انت معايا يا ساره؟ مع حضرتك. خليكي بقى فاتحه كده المايك كده وخليكي معايا يعني، ما تقفليش. طيب ماشي. ايوه انا عايزك تبقي معايا بجد والله عشان اشرح لك اللي انا هقوله ده علشان يبقى الموضوع افضل. خليكي بقى معايا. بص يا سيدي، انا بقول له ايه؟ بقول له لو الخلية اللي قدامك دي فاضية انا مش عايز نتيجة، انا عايز مش ما تحطليش نتيجة. كده واضح؟ تمام. طب لو الخلية دي كتب فيها اي حاجة نكتب فيها، اعمل بقى على اساسها يعني، اعمل بقى على اساسها بقى حاجات. فاهمة؟ يعني انا بقول لو لقيت الخلية دي عملت لو لقيتها لو هي فاضيه خليها فاضيه. طب لو طب انا اقول لك على حاجه، تعالي كده نعمل كده شير سكرين لحظه، هوريكي حاجه كده هتعجبك جدا. بص يا ستي انا اقول لك على حاجه كويسه قوي، انتوا كده شايفين؟ لا ثواني بس نقفل بقى الكاميرا عندي بقى، انا مش هقعد. ماشي اهو سامعني ساره؟ لا خليكي معايا بالله عليكي، حسيني بالامان. اهو بص بقول له ايه؟ لو الخلية دي اف، لو الخلية دي بتساوي كوتيشن كده دبل كوتيشن يعني فاضية، يعني ما بين الكوتيشن يعني فاضة. فاهمة؟ نعمل كوما ونعمل اتنين دبل كوتيشن تاني فاضي. اقول له لو الخلية دي فاضية ما تحطليش نتيجة دبل كوتيشن. تمام. طب لو فيها بقى، طب لو فيها اقول له مثلا حط لي اسم وليكن احمد مثلا. الخليه فاضيه اهي، بمجرد ما احط زيرو قال لي احمد. طب دي احنا بنستخدمها في ايه؟ عشان انا عارف انا ردك ممكن تقولي لي طب دي احنا ممكن نستخدمها في ايوه ليه بقى؟ ايوه ايوه بالظبط. انا عارف. بص يا ستي دي بتبقى انت عارفه بتقول ايه؟ بنقول له ان انا عايز، بص يا ستي انا ببقى مش عايز تبان ان في خليه هنا. بمعنى لما باجي احط مثلا حاجه زي بيساوي ده زائد ده بتبان ان الخليه هنا زيرو، بتبان ان في معادله هنا. يعني لو جيت سحبت المعادله يعني عشان بدل ما تجيب لي الشيت كله صفار أيوة. او كومات يقوم جايبها لي فاضيه. انا بحبك انت كيف فهمتيني؟ تمام وصلت شكرا. فانا بقول له ايه؟ بدل ما اخلي الشيت كله صفار فانا بقول له لا انا عايز بقى دي كده. بص انا بقول له ايه؟ لو دي لو الخليتين دولت لو الخليه دي بتساوي كده فاضيه خليها لي فاضيه. طب لو لا اقول له بقى لو لا يبقى اجمع لي دي زائد دي وادوس انتر. بصي بقى بصي تلاقي المعادلات موجوده بس فاضيه مش باينه. فاهماني؟ كده فهمت كده فهمت تمام. طيب هل في حد تاني يا جماعه عايز يسال اي سؤال؟
هل انتوا فاهمين اللي انا قلته ولا السلام عليكم؟ لا تمام تمام مصطفى. انا حاسس ان انت قاعد، انا اسف، في فرح. هو انت بمجرد ما بتفتح بحس ان في 5-6 بيتكلموا معاك. هل انت صح ولا هل انا كلامي صح ولا انا اللي فاهم غلط؟ لا كلامك مظبوط. النهارده الجمعه بقى معلش. تمام. انا مبسوط جدا والله يا جماعه اللي انا بتفاعل معاكم، انا مبسوط جدا. والله يعني مش عايز اقول لكم، انا فعلا انا في بدايه المحاضره بصراحه كنت متضايق شويه لان الناس ما بتتكلمش خالص، ناس قاعده عارف اللي هو بيرفعوا حواجبهم، متهيألي انا فاهم ان هم بيرفعوا حواجبهم. فبصراحه يعني بحب التفاعل، فاهمين؟ ممكن يكون في كل حاجه. انتوا معايا؟ ده معايا ناس طبيعي كمان مش عادي جدا. انتوا معايا صح ولا مع الاسف؟ يعني ان انا وانا بكلمكم دلوقتي كنت سكتوا خالص. تمام. متواجد والله يا هشام، انا يعني عايز اسمع صوتك والله، يعني يا ريت تسمعني صوتك. طب في حد يا جماعه عنده اسئله؟ طب حد ما عندوش اسئله؟ لا شكرا. في حد جوه؟ تمام. في جهاد رد؟ تمام تمام. شكرا جدا يا جماعه. يعني انتوا برضو محدش بيرد؟ مش تمام. تمام. شكرا جدا يا جماعه، والله انا مبسوط والله انا اتكلمت معاكم جدا النهارده، وان شاء الله ان شاء الله يعني اتمنى تكونوا استفدتوا. وانا والله مبسوط ان انا اتكلمت معاكم وان انا شرحت لكم حاجتين انا بعشقهم بصراحه، قاعده اف وقاعده في لوك اب. اتمنى بجد 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 تدوروا فيها، الموضوع جامد جدا. شكرا جدا لكم يا جماعه وانا مبسوط. وما تنسوش صح تشوفوا القناة على اليوتيوب، هتفيدكم كتير قوي في الإكسل. شكرا جدا لكم. شكرا جدا. مع السلامة. شكرا. مع السلامة. مع السلامة.